كل سبعة بصنعة نبكي على حيك المرمى وعجار الشبيكة وين راه بنك القبة ومحرمة الفتول وصروال الشلقة وين راه وين قصر الداي ودار السلطان وزنقت لهم
نبكي على سوق الجمعة وعلى حوان سيدي عبد الله سيدي محمد الشريف العزة والمنيف لاريو فيسا وذيك السنيقة العزيزة سيدي بوكدور ذاك الوالي المشهور بير جباح فيها الخاطر يرتاح زنقة الحمامات مزين ما خلات زنقة الكرمة تسكنها ناس الكلمة. انا قلتها من الاول جو سوي فان اليوم يا دي فان تونيزيان فريمون لي كسبتيهم انا بوغ مو فو ريبريزونتي لا بوتي لو رافينمون شكرا بارك الله فيك الجيروا سا في توش او كور دو فوار تو سو جولي بوبليك كي مابلودي دونك جيتي ديجا لا تونس ان 75 سيتي ان فيستيفال دون جي شانتي لا شانسون يال مويما et ça a fait un grand tabac et alhamdoulillah on essaie de garder toujours cette belle image من خاوتنا من تونس وان شاء الله دائما نلبي والطلب ديالهم ونكونوا عند حسن ظنهم ان شاء الله ومن الجزائريين كامل راهي معنا سيدة نادية معليش طلب صغير اكابيلا ام الجزائريين كامله معنا كنت طبعا لنا ولو جمله من ديال ميمة ليها حاضر من عينيا بسم الله يا لمي ما بقي بنتك بالسلامة سعدها نداها للعز والذلال خرجيها بدان سريكي الحمامة فرشي خطوتها بالفل والغلال والولية لمي ما ودعي بالتبسيمة وصليها بيدك البيت الحلال شكرا لك مرة أخرى أنا نادية أنا ربكي تعرفي نعاند تعيشي لي يا إما مقطع صغير واحد تعيشي لي يا إما تعيشي يا بابا جوغي دو غامي لوركستر الوغ ديروها إن شاء الله هذه برك وخلاص معليش تعيشي لي يا إما تعيشي لي تعيشي لي يا إما تعيشي لي تعيشي لي يا يما ونرد خير تعبك جهدك وشقاك ونرد خير تعبك جهدك وشقاك يا الوالدين تعبت ومقواكو يا الوالدين فاسمح طلبناكو حتى نعوضو ما عملتو من كل خير فينا حتى نعوضوا ما عملتوا من كل خير فينا ان شاء الله يرضوا علينا الوالدين يرضوا علينا الوالدين ان شاء الله معنا حبيت كلمه صغيره بكيت دركا كي غنات انا امي الله يرحمها ماتت الله يرحمها ولكن عندي ام ثانيه هي ام نريمان اللي احنا كنا في عمرنا 12-13 سنه تعلمنا كيفاش نديروا تشكات باش نطلعوا للجبل هي امها حيوها 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 نحييكم ان شاء الله حيي يما راهي في العمره وي سالي ماما كوكو بيزو فوالا اه وي لا بيل ماما يفو بو لي ان تو لي كا لالا ناديه يعطيك الصحه انا فكرتيني في القصبه فكرتيني في الحايك فكرتيني في حايك المرمه في العجار فكرتيني في الجزائر القديمه هذيك اللي حنا نوفل جينيراسيون توحشناها ومازلنا نستناو فيها ونحب نرجع مع يمانا اليوم يمانا ويمات كل الجزائريين اللي
أول دور عرفناك فيه كان في القصبة عدم مع مؤلفة محمد ديب دار سبيطار الحارق وغيرهم. كنت في وسط القصبة ومن القصبة طلعتي مشيتي حتى لكان. واليوم لو إيك يدي لك واحد ديسان واحد الكاريكاتور سبيسيالمون غير ليك باسكو على بالو بلي راكي معانا دار لك هاد لا كاريكاتور ديديي ليك من عند لو إيك. نشوفوها راهي تجوز جوست تاعها جوست جوست مورانا هنا في البروسينيوم راهم يشوفوا معنا. فوالا شوف يا بودراع de la montée des marches du festival de Cannes à la descente des marches du plateau de Nsma. Voilà. وحبيت نسقسيك هاد كان لو فيستيفال دو كان كل فنان يحب يكون تما كيفاش كانت ليكسبيريونس تاعك؟ هو الفيلم كان ما عجبش الفرنساويين ويقول لك شكون يعني ما حبوش الحقيقه ياك لا فيريتي كي بلاس وجرحناهم بصح حنا رحنا ماشي باش نحطوا الموس في الجرح رحنا باش نحكيوا على امه وطن وكفاح وشي هذا صاير وبصح ناس السينما اللي كانوا في السينما وكانوا يشوفوا في الفيلم 20 دقيقة وهما يصفقوا هذه نجاح هذا هو النجاح الكبير هذا هو النجاح الكبير. ثانيا حبيت نشرف بالجزائر والجزائريين والمغرب العربي وحبيت في لي مارش دو كان نعت الأناقة نتاع المرأة الجزائرية. كنت في المستوى وريتيها ويعطيك الصحة. نوتخ ميغ أتوس شافي أبو درع. أنتم أعزائنا المشاهدين بقوا معنا راح نعاودوا نرجعوا لكم بعد نص ساعة. عندكم موعد مع جماعة لي نيوز جماعة الأخبار وزميلتي من قسم الأخبار عربية الشيخ ومن بعد نعاودوا نتلاقاو حنايا باش نكملوا الجزء الثاني من اليوم الثاني في الأسبوع الجزائري سبيسيال فام. ما تبعد